مكان أينما كنتم. شوط آخر ينطلق وهو الشوط الآخر للحول المهجنات الأصايل والشوط الحادي عشر، ويعتبر أيضا من أشواط الإنتاج والمنتجين. شوط أول آخر بالنسبة للمهجنات في الإنتاج. مشاهدينا في كل مكان، ما زلنا معكم نتابع على الهواء مباشرة هذا النقل الحي والمباشر من عاصمة الميادين. من هنا أهم ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة، هنا ميدان الوثبة، هنا الميدان الرئيسي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط وننطلق لنتابع هذه الأسامي، أسامي الإنتاج التي يعتبر ناموسها بناموسين، المركز الأول والصدارة. صبا مشاهدينا من تخطف الأضواء بإشعار راشد بن سالم بن راشد السعدي، من انتقل إلى الصدارة نقلة أخرى قادمة وإنتاج آخر. مشاهدينا ضمن إنتاج راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، وهي الشامخة التي انتقلت إلى المركز الثاني. النقلة القادمة والدخول الآخر مشاهدينا من شعار حمد الضعيف بن غدير الكتبي، يتقدم في المركز الثالث بمشاركة الحذرة. النقلة القادمة وأرى شعار بالنصرة اللي قادم من الناحية الأخرى. مشاهدينا في كل مكان بأداء جميل، مع هناك دخول آخر وتقدم، ولكن اللي غيرت الآن هي كذلك الشايبة لمحمد بن بيات بالسمة المنصوري، وصلت احتلت الرابع بن بيات والمركز الخامس. الوصول والقدوم من شعار أيضا مشاهدي الأعزاء التي احتلت المركز الخامس من عمق الميدان. تتسلل هناك الشايبة الأخرى وعويضة بن سهيل بن حمد العامري متواجدا مع الإنتاج والمنتجين. والنقلة القادمة والمركز السادس، هناك من تقدمت الآن وهي مرايل مملوك لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي. شعار أبو محمد أيضا متواجد بانطلاقاته الجميلة. النقلة الأخرى والدخول في المركز السادس مشاهدينا، المركز السادس وصلت الشايبة لأحمد بن صالح بن علي الحميري، شعار أيضا عناوي جميل مشاهدينا في كل مكان. ونتابع معكم الدخول الآخر مشاهدينا من مشاركة سمحة لمبارك بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري، شعار وسهيل وراعي سمحة يتقدم مع أيضا المنتجين. هنا دخول آخر بالمركز التاسع مشاهدينا، والوصول من أريام لمحمد بن سالم بن حامد المزروعي، وعاشر المراكز الشايبة لمنصور بن محمد بن حميد الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا، وهنا متابعتهم مع هذه الانطلاقات الجميلة، ومتابعة مرة أخرى إلى مقدمة الشوط والمركز الأول، حيث المتواجدة من البداية ما زالت صبا مشاهدينا. وما شاء الله يا صبا، ما شاء الله يا السعدي، ما شاء الله يا راشد، يا بن سالم، يا بن راشد يا السعدي. هي صبا وهي انطلقت بانطلاقتها الجميلة في مقدمة الشوط وباعدت المسافة تدريجيا تلقائيا، ركض تلقائي واندفاع ذاتي وعدم أوامر حاضرة وكالعادة مع بداية الانطلاقات في المسافات الطويلة. مشاهدينا في كل مكان، متابعة أيضا نتمناها لكل العشاق لهذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الثاني، هنا من بدأت تتسلل من المجموعة الأخرى مرايل لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي، تنتقل الأخرى إلى المركز الثاني، بينما هناك الدخول الآخر في المركز الثالث من الشايبة لعويضة بن سهيل بن حمد العامري. تقدمت هذه اللحظات وانطلقت بإشعار أبو سهيل، وهنا
أيضا الخدوم من قبل الشامقة لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري. تقدمت الأخرى بشعار وذباوي مشاهدينا والتي وصلت من عمق الميدان. هناك أيضا إشعار بالضعيف مع الناوية لحمد بالضعيف من حمد بن غدير. وصلت إلى الخامس، وصلت للخامس. هنا أيضا وصول من الشعارات الجميلة. وصل شعار رأي سمحة يتقدم في هذه اللحظات من خلال المركز السادس بمشاركة سمحة. نعم، اسم على مسمى. الله، يا سلام، هذه هي تنتقل لمبارك بن رغش بطباز العامري في هذا الأداء، في هذا الانطلاق. المركز السابع، المركز السابع، الدخول سمحة أخرى قادمة. سمحة بن محروم وصلت، محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي يتقدم هنا مشاهدينا منطلقا ابو عبد الله باداء جميل وبذكريات طيبه. المركز اللي قادم مشاهدينا بالمركز الثامن، هنا تقدم اخر مع اريام لمحمد بن سالم بن حامد المزروعي. وصل واحتل التاسع. العاشر الشايبه لمحمد بن بيات بن سم المنصوري. شعارات قادمه ترقبوها، شعارات خطفت راقبوها، وكاميرات ايضا تتجول هنا مشاهدينا لتعكس الصوره ونقاوه الصوره بالنقل بالاتش دي. الله، الكاميرات العاليه الجوده، عوده للصداره، عوده للاداء، عوده هناك المقدمه. ما شاء الله يا السعدي، السعدي السعدي في الصداره من البدايه. سيطره ميدانيه واضحه من خلال انطلاق صبا، وهي صبا في عز الصباح تماما لراشد بن سالم بن راشد السعدي. الله يا ابو سالم على الانطلاق، الله يا ابو سالم على الاداء اللي تقدمه صبا من خلال المشاركه. المركز الاول بانفراد بمسافه، مسافه كم؟ اعطنا الفارق الهواري، اعطنا الفارق، خلينا نراوي الجمهور يا مخرجنا وبطلعه طلعاتك الجميله هنا في المسافات وبين المركز الأول والمركز الثاني. مشكور، هذه المسافة التي نتابع من خلالها المركز الثاني، والمسافة في الأول ما تقل عن 300 متر. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون، المركز الثاني التواجد مع مراي الواصلة لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي. احتلت الثاني، وصل السمحة لمبارك بن رغش بن طباز العامري، وصلت واحتلت الثالث. اتحركوا يا شباب، ما شيء باقي، يا السلام، ما شيء باقي. اللي بيحرك حرك، هنا الدخول، هناك التقدم، هناك الوصول الآخر من قبل وصول الشايبة لعويضة بن سهيل بن حمد العامري. تقدمت وأعطونا الشعار اللي قادم، الشعار الأسود بأبيض. هنا وصول شعار من الشعارات أيضا الجميلة، الظبي أحمد بن محمد بن مبارك الخيالي. يلا يا بالعور، يلا يا بالعور، يلا يا راء الختم. تقدم مع المتقدمين، انطلق مع المنطلقين. هناك شعار بن غالب، وشعار بن محروم، وشعار أيضا بن بيات، ووصل شعار بن ضعيف. والكل واصل في المراكز الأولى العشر المتقدمة. الله على المتقدمين، ولكن حد شاف السعدي؟ أعطونا موقع السعدي الهواري، أعطنا الموقع. ما شاء الله، موقع الصدارة، ولكن الجماعة يغتربوا، الجماعة قادمين. كيلوين باقي، كيلوين باقي. الستة قطعناها، الستة فارقناها، الستة خطفنا منها. الله الله، يا السلام. المركز الأول ما زالت هناك الإصابة لراشد بن سالم بن راشد السعدي. والخطورة بدأت، الخطورة بدأت بانطلاقة سمحة لمبارك بن رغش بن طباز بن الدودة العامري. ينطلق رأي سمحة، ينطلق في هذه اللحظات بالمركز الثاني اللي خلص الفارق. رويدا رويدا يسحب الأمتار، رويدا رويدا لتتخلص هذه المسافة. المركز الثاني، يلا يا بن غنام، هناك مشاهدينا للمركز الثاني. مرايل، مرايل لسيف بن عبيد بن غنام، بن غنام. والمركز بوب 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 بوب. الله، شوف
تنفذ، شوف التي وصلت، شوف التي غيرت، سمحة سمحة غيرت، سمحة انطلقت، سمحة تتلفت، سمحة ما شاء الله يا مبارك يا بالرغش. هذه أمامكم على الشاشة والمركز الثاني مرايل راية الإنجازات عن سيف بن عبيد بن غنام تتقدم بالمركز الثاني. وصل الختم، وصل الختم وميدان الخزنة يا السلام، وبالعور واصل، بالعور واصل يتقدم بالمركز الثاني في هذه لحظات للظبي لأحمد بن محمد بن مبارك بالعور الخيالي يتقدم في المركز الثاني، وعندها أيضا حوبات على المراكز المتقدمة. والمركز الرابع وين؟ المركز الرابع وين؟ نخدم على الهواري أحمد بن صالح بن علي الحميري مع الشايبة، والمركز الرابع والمركز الخامس والبقية قادمة. ولكن الصدارة وين؟ الصدارة عندك يا أبو سهيل، الصدارة عندك يا بالعور، حركوه ما شيء باقي، وصلنا قربنا انتقلنا، انتقلت المنصة علينا والنصير عادي ما شاء الله. المنصة بدأت تخترب، والبكار وأيضا الزلل بدأ أن يخترب من المنصة الرئيسية بمشاركة وبقدوم سمحة لمبارك بالرغش من طبازة من الدودة العامري يتقدم ينطلق 500 متر ما تبقى. المركز الثاني الظبي لأحمد بن مبارك، أحمد محمد بن مبارك بالعور الله. ولكن سمحة، سلامي عليك يا سمحة، سمحة في شكلها، سمحة في أدائها، سمحة الاسم، الاسم المفضل يا أبو سهيل، الاسم المفضل يا أبو سهيل. بالفعل رأي سمحة سماها على الناقة الأولية اللي صالت وجالت راية المرباط الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن. هنيا لك يا أبو سهيل، هنيا هنيا للإنتاج. بعد سلام 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 لرغش من طبازة من الدود العامري، سلام لمبارك، وسلام يا أبو سهيل، والسلام وسلام للهير، وتحية بسلام إنتاج وسلام فوز، وكلها استهلها رغش من طبازة من الدود العامري. المركز الثاني مشاهدينا وصلت سفر بن سالم بن عوض، نعم التيبي اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة ما شاء الله، وصلت الظبي أتتنا في اللحظات الأخيرة ما كانت عندنا. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا وصول لأحمد بن صالح الحميري الشايبة، والمركز الرابع، المركز الرابع كانت الظبي لأحمد بن محمد المبارك الخيل، والمركز الخامس، المركز الخامس المتواجدة الشايبة لعويضة بن سهيل بن حمد العامري، والتوقيت عند الهواري 13:55 توقيت تميم. تهانينا بفوز سمحة لمبارك بالرغش من طبازة العامري والناموس. المركز الثاني 13:07:03 هو توقيت الظبي لسفر بن سالم بن عويض العصيم العتيبي، استاهل. المركز الثالث 13:08:01 الشايبة لأحمد بن صالح بن علي الحميري.